دكتور محمد، اتفضل يا استاذنا، اتفضل يا استاذنا. هو الريموديلنج بدايه الفراكشرز، وهنكمل بيه حاجه من اللي فات. هو الاوبجكتيفز هنا هنتكلم على البرنسبلز ريموديلنج بدايه الفراكشرز، الفيريس فاليوبل اوف اكسبتد الاينمنت ان ايتش فراكشر باترن، والكونسيدريشن اوف ريموديلنج ان بدايه الفراكشر تريتمنت. يعني ايه اهميه ان احنا نعرف ان في ريموديلنج في الفراكشر تريتمنت. هنا الهواي تشايلد بون ار ديفرنت، يعني ليه الاطفال عظمهم مختلف، وليه العظم المختلف ده بيوصلنا ان في حاجه اسمها ريموديلنج. ان هو عنده سيك كارتليج، ده بيبقى طبعا دي حاجه ثيك بري اوستم. لما يبقى في سيك بري اوستم ده بيبقى معنى كده الفراكشر بيهيل رابيدلي، وبيبقى النون يونيون از فيري رير، بيبقى مور كولاجين ومور كانسيلا سبون. فعشان كده بيحصل سيمبل فراكشر باترن زي الباكل فراكشر وزي الكنستيك فراكشر. الجروس بليت بتديني ريموديلنج كاباسيتي عاليه، وهي دي بقى النقطه بتاعت وجود الجروس بليت، هو اللي بيعمل الريموديلنج. طبعا الليجامنت سترونجر، طبعا دي بتبقى بتخلي ان دايما ان الفيلير اوف ليجامنتس رير في التشيلدرن، لكن يعني ليه؟ لان طبعا الاضعف في المنطقه اللي هي نير باي جوينت هيبقى الجروس بليت مش الليجامنت، الليجامنت ار سترونجر في المرحله دي. هنا بقى هواي تريتمنت اوف بدايه الفراكشر ار ديفرنت، عشان الفراكشر بيهيل فيري رابيدلي نتيجه ان في ثيك بري اوستيوم والنون يونيون از رير. فيبقى هنا انا مش محتاج يعني حاجات، احنا بنقول بنعمل انترنال فيكسيشن للكبار عشان ايرلي موبيلايزيشن، هو هنا هيلحم بسرعه. الريموديلنج كاباسيتي از فيري هاي نتيجه ان فيها اكتف جروس بليت وفي وايد رينج اوف اكسبتابيلتي اوف فراكشر ديسبيسمنت، ودي هنشوفها في نهايه المحاضره. الفيو فراكشر فيو فراكشرز ريكواير اوبرتيف تريتمنت، دي كونسيدريشنز من الحاجات الثوابت. هنا بقى لما نراجع نفسنا هنلاقي most of serious complications resulting from over treatment، يعني في البيدياتريك فراكشرز most of serious complications are resulting from over treatment. هنا الستيتمنت دي understanding the difference between pediatric and adult bone makes management of children fractures easier. يعني انا لما اشوف طفل لما يعني يجي لك فور ار بونز في طفل صغير علاجه سهل لو انا ابتديت بالطريقه اللي احنا قلناها، نمشي من السهل للصعب، لكن الادلتس لهم ظروف ثانيه خالص. هنا تشايلد هود فراكشرز ان انلايك ادلتس فراكشرز ذا ability تو كوريكت deformity از ريماركبل اف رولز ار فولود، يعني ده مهم. يعني انا الديفورمتي اللي هيكون عندي في الصغيرين هيتصلح لو انا مشيت على الرولز اللي احنا هنشوفها او احنا قلنا جزء منها. هنا بقى دي حاجه statistically فاكتور، بيدياتريك اورثوبيدك سيرجن اكسبت ا جريتر انجولار ديفيشنز تو انديكيت كونسرفاتيف تريتمنت اند ابلاي ليس انفيزيف تريتمنت. هي دي يعني 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 حقيقه ان اللي بيشتغل جراحه عظام اطفال بيبقى عنده الكونسبت ان انا ابقى ماشي كونسرفاتيف. طبعا ده اتمنى انه يكون بيتحقق على ارض الواقع، لان يعني علاج الطفل مسؤوليه كبيره قوي، مسؤوليه كبيره قوي قدام ربنا وقدام المجتمع بتاعنا. ليه؟ الطفل لو اقدر اعالجه بطريقه سهله قوي ورخيصه قوي وسيف قوي، مفيش داعي ان انا اعمل له حاجه اكبر من كده. فده الناس اللي بتشتغل جراحه عظام اطفال، والستيتمنت دي من يعني من ريفرنس انجليزي، ان انت اللي يعني مش لازم يكون جراح عظام اطفال، يكون يعني فولوينج الرولز بتاعت جراحه عظام الاطفال، ان هو ان احنا بنكسبت جريتر انجلر ديفيشنز. ليه؟ لانها هتتصلح، مش عشان لانها هتتصلح. فالحاجه اللي هتتصلح في 6 اشهر بدون جراحه احسن ما اصلحها انا في شهر بجراحه. الريموديلنج بقى ان بيدياتيك فراكشرز بيكوز اوف جروس بليت بيكوز اوف جروس بيدياتيك فراكشرز هاف ا جريت بوتنشال تو ريموديل. طب هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل العظمه اللي كانت كده الاماونت اوف انجليشن اند ديسبيسمنت ود بي اكسبتد ان تشيلدرن. احنا بنأكسبت دي ليه؟ لما يجي لك كسر زي ده، جالك كسر زي ده في ادلت يعني لحم بالمنظر ده مش هتقدر تسيبه، هتقول له بقى تعالى ما اشوف الكره فين ونعمل اوستيوتومي ونثبتك يا بنيل يا ببليتب فيكسيتور. ليه؟ لان الكسر ده والنوت كوركت اتسيلف باي تايم، ده لو حصل في ادلت. لكن ليه بقى في التشيلدرن وي اكسبت ذس؟ لان السيكونس دي بتحصل amount of angulation and displacement would be accepted in children. why؟ اهو الرد، اهو الكسر اللي كان كده النهارده بعد شويه هيبقى كده، بعد شويه هيبقى كده. يبقى هنا في younger age group especially below age of 10 years الكلام ده بيحصل.
يبقى هنا لازم احترم كلمة ريموديلنج. زي ما بقول دايما في محاضرات الريموديلنج، كلمة ريموديلنج دي مفروض تبقى يقين، عشان احنا لازم نلتزم بيها عشان ما نعرضش عيانين كتير لحاجات مالهاش لازمة. هنا الفاكتورز افكتنج الريموديلنج ثلاث حاجات. الاتش ذا يانجر از ذا بيتر. ازاي بقى؟ نشوف الكيرف ده. زي ما بقول لكم الكلام ده حقائق من المراجع العلميه الحديثه، ان لو احنا ده الاتش وده الريموديلنج كاباستي او الريموديلنج بوتنشال، هنا السن الصغير الانفنت لغايه ما نوصل للادلت هود، شوف الانفنت الريموديلنج كاباستي ايه؟ فيري هاي فيري هاي. كل ما السن بيصغر كل ما الريموديلنج كاباستي بتقل لغايه ما بتوصل تبقى ايه؟ فيري فيري لو في سن الادلت هود. يبقى هنا الايدج فاكتور مهم في الريموديلنج. يعني لما يجي لي طفل عنده 5 سنين عنده ديفورمتي نتيجه مال يونيون في فراكشر، انا عارف ان ال5 سنين دي عنده ريموديلنج كاباستي هاي، هقول له لا هترجع وهتتصلح بعد 6 اشهر بعد سنه بعد سنه ونص، انا متاكد. ليه؟ لان ده فاكتور واضح وصريح. ثاني فاكتور الديستنس فروم ذا فايسز. يعني الريموديلنج اوكي، احنا قلنا ايه؟ كل ما كان الفايسز اكتف كل ما كان الايه؟ الريموديلنج اسرع. يبقى هو الريموديلنج كيرز مور ات ذا موست اكتف فايسز اللي بيبقى في النير اند اوف بونز. يعني هنا مثلا زي ما قلنا في الديستال ريديوس يبقى الريموديلنج هنا هيبقى فيري هاي، عشان كده احنا بنكسبت ديفورمتي اعلى بكتير من الديفورمتي اللي في البروكسيمال ريديوس، لان الجروس بليت بتاع البروكسيمال ريديوس الكباستي بتاعته في الريموديلنج از فيري لو. ثالث حاجه السيفيريتي بتاعت الديفورمتي. يعني الديفورمتي السيفير قوي ما اتوقعش منه انه هيريموديل بسرعه او هيريموديل خالص، يبقى ده لازم اتدخل. يبقى هنا الفاكتورز دي بتحكمني وهي اللي بتحكم الديسيجن بتاعي. الايدج، الديستنس فروم فايسز، والسيفيريتي. الديفورمتي المايل تو مودريت هيتصلح، السيفير يعني مش هيتصلح بسهوله، فيبقى محتاج بقى في بقى هنا ديبيت في الديسيجن ميكنج. يبقى هنا ليه بقى بنقول كلمه ريموديلنج؟ ليه بنستفيد؟ هنستفيد منها في ايه؟ احنا اتفقنا ان انا لما بعالج البيدياتريك فراكشرز الانيشال تريتمنت بتاعي، الانيشال تريتمنت شود بي بيرفكت ريدكشن. يعني ما اجيش اقول بقى الكسر ده هيريموديل اسيبه كده وخلاص وهيريموديل لوحده، لا. الريموديلنج هحتاجه في حاجتين هنقولهم دلوقتي، لكن البرنسبل اوف تريتمنت اوف بيدياتريك فراكشرز باي كلوزد ميثودز ان انا اعمل اكسبتد او نيرلي اناتوميكال ريدكشن. مش لازم يكون full anatomical reduction، يكون accepted أو nearly anatomical reduction with well-molded cast with proper follow-up. لو يبقى هنا ده بالنسبة للتريتمنت الانيشال تريتمنت. لكن امتى بستفيد بكلمة remodeling بقى؟ هنا majority of pediatric fractures could be treated by closed methods. دي fact احنا قلناها. وهنشوف الصورة دي. الصورة دي بتقول لنا ايه؟ ادي الانفنتس وادي الشيلدرن لغاية 10 سنين وادي الادوليسنتس لغاية سن 16 سنة. هنلاقي ان الاحمر ده هو اللي بيحتاج غالبا جراحة. الاصفر sometimes. النوع التالت اللي هو ده هيبقى unusual. فنلاقي في الاطفال الانفنتس لغاية سن 3 سنين او 4 سنين الحاجتين اللي بيحتاجوا جراحة هم القلب والهيب. لو جالك واحد سليب ده فيمورال ابيفسز او سوبر كوندلال او لاترال كوندايل ده محتاج جراحة على طول خلاص. في الشيلدرن كل الارتيكولار فراكشرز او فايزيل انجرز بتحتاج جراحه لو هي مش لان الفايزيل انجرز شود بي ريدوسد او لو نوت بي ريدوسد بيرفكت يبقى لازم اعمل لها اوبر ريدكشن او كلوز ريدكشن اوف سبيننج، يعني هتحتاج جراحه. لكن الدافيزيل فراكشرز اللي هيحتاجوا فيكسيشن بعد سن 5 سنين هيبقى يا اما الفور ارم والفيمر. الهيومرس والتيبيا سمتايمز في الادوليسنس بقى بيبقوا زي الادلت. فهنا بقى الكونسيدريشنز اوف ريموديلنج بتقول ايه؟ هستفيد بكلمه ريموديلنج امتى؟ لو جالي فراكشر ويز لوس اوف ريدكشن او جالي فراكشرز بريزنتد ليت. يعني جالك فراكشر عملت له جبس رديته كويس قوي. زي ما قلنا الكلام ده مش محاضره الريموديلنج مش معناها ان انا لما يجي لي كسر ديسبليسد ما صلحوش في الاول جعان لسه ايده في الهواء ومش متجبس وانت لا ما حط له لازم اعمل له كوركشن الديفورميتي اللي عنده واحط له جبس بالمواصفات اللي احنا قلناها. لكن افرض الكسر ده عملت له حاجه وجالك بعد شهر حصل فيه لوس اوف ريدكشن. لوس اوف ريدكشن ده اكسبتد هكمل بالطريقه اللي انا فيها، نوت اكسبتد اغير اسلوب العلاج.
او العيان جالك ليت، جالك عيان بعد، هنشوف نماذج للحالات دي. يبقى امتى استعمل الريموديلنج في علاج الكسور؟ لو جالي عيان حصل له لوس اوف ريدكشن وانا بعالجه، او عيان جالك ليت، بحيث ان انت لازم تحط بقى الكونسيدريشن. نشوف الكلام ده في صور بعد شويه. ليه بعمل الكلام ده؟ تو افويد مور انفيزيف تريتمنت. هنفتكر الكلام ده بعد شويه. الريموديلنج في الابر لمب فراكشرز زي ما احنا قلنا هنا، الرينج اوف اكسبتابيلتي ان ابر لمب فراكشرز اب تو 10 ييرز. هنا الاكتف فايسز ان ذا ابر اكستريميتي 80% ريكوتيدنال جروس في البروكسيمال هيومرس والديستال ارن. يعني هنا الايه الجروس هنا بيبقى تقريبا الهيومرس 40% بتاع الليمب، لكن هنا 80% من الهيومرس، وهنا 40% من الليمب، لكن 80% من الريديوس والارن. يعني هنا دي 40% من طول الليمب، ودي 40% من طول الليمب كله، لكن هي دي 80% من طول الهيومرس، ودي 80% من طول الريديوس والارن. يبقى هنا الفور ارم بن اكسبت انجليشن اب تو 30 ديجريز، ترانسليشن وشورتنج لغايه اب تو سنتيمتر. في الهيومرس بن اكسبت انجليشن اب تو 50 ديجريز وشورتنج فروم 1 تو 1.5 سنتيمتر. هنا الريج اوف اكسبتابيلتي ان فور اب بونز up to age of 10 years زي ما احنا شايفين. هنا الانجوليشن هو ديستال سيرد بن اكسبت up to 30 degrees زي ما احنا شايفين، هنا اكسبت 30 degrees. ليه؟ لان هنا الجروس بليت ده از موست هايلي اكتف، وده ريسبونسبل عن 80% من الريديوس، يبقى باكسبت زاويه كبيره مع الريموديلنج اللي هتتصلح. الميدل سيرد بن اكسبت تقريبا 15 درجة أو 20 درجة. في الأبر سيرد من أكسبت 10 ل 15 درجة، لأن هنا الريموديلينج بوتنشال إز نوت فيري هاي. يبقى دي الأنجليشنز اللي إحنا بنكسبت. الأنجليشن بتتصل 1 ديجري بير مانث، يعني تقريبا 10 درجات في السنة. عشان كده بنقول إيه، من ثلاث حاجات اللي بيحكموني بيحكموني في الريموديلينج، الإيه السيفيريتي. لو واحد الديجري الديفورمتي بتاعه 30 درجة، هقول له والله انت هتتصلح في حوالي 6 سنة ونص وهكذا. لكن لو هو سيفير قوي مش يعني صعب قوي يتصلح، فيبقى ده لازم تصلحه باي سيرجيكال بروسيدر. هنا بقى نشوف الستيتمنت دايستال ريديس اند الارنر جروس بليت ريبريزنت 75% اند 81% اوف لوكوتيدنال جروس اوف ايتش بون ريسبكتفلي. يعني هنا الريديس 75%، الارنر 81% of longitudinal growth of each bone. يعني زي ما احنا قلنا، يعني ده الايه فطبعا ده الجروس ريت. يبقى ديفينتلي الريموديلنج بوتنشال هنا از فيري هاي. عيان 6 سنين جالك بالمنظر ده كويس، وبعدين 3 months after injury، يعني ده تعالج، يعني الحاجات دي كلها جت لنا واحنا حطينا الريموديلنج از كونسيدريشن. جالك الكسر ده، هو تعالج كده، جالك انت بالمنظر ده بعد 3 اشهر، لحم ولا ما لحمش؟ تقريبا لحم. طيب هل الوضع ده ده لو راح يقولوا ناس هنكسرك ونحط لك مسامير او هنسيبك من غير حاجه؟ طيب هنا هنعتمد على ايه؟ على الكونسيدريشن اوف ريموديلنج. احنا قلنا الكسر ده الفورمتي اللي هنا اقل من 30 درجه، واحنا عندنا موديلنج والسن 6 سنين وفي ونير باي ذا جروس بليت بتاع ديستال ريديس، يبقى كل الفاكتورز عندي. الايدج صغير، نير باي ذا جروس بليت الديفورمتي مش عالي، لما نسيبه بقى كده. يعني ده بعد سنه جالك بالمنظر ده تقريبا نيرلي كوركت. يبقى هنا لما نحط كلمه زي ما قلنا، امتى نكونسيدر الريموديلنج؟ لو الحاله جات لك افتر كلوزد فيلير اوف، يعني او تشينج اوف بوزيشن افتر سكسسفول كلوزد ريدكشن انت عامله، او جاي لك ليت زي الحاله زي دي. دي حاله، حاله زي دي واحد عنده 6 سنين، جاء ده كان الكسر ده، راح الدكتور عمل له كده، الوضع ده مش وحش. يعني هنا الاكسبتد، بس احنا برضو بنقول ايه، ان جراحه العظام يعني لو انت ما عندكش الامكانيات العاليه انك تعمل كل حاجه مظبوط، خليك في الايه الكلام التراديشنال. ده loss of reduction after 4 weeks، يعني هو جاي لك ده اتعمل
افتر ريدكشن بعد 4 اسابيع جالك كده. طب البوزيشن ده هنكونسيدر الريموديلنج. طيب لو انا عايز افكر في عيان زي ده هو loss of reduction after 4 weeks، هل اعمل له ايه؟ احاول اتراي تريده ولا اسيبه؟ هو 4 اسابيع تقريبا لحم، لان هو الكسر ده بيلحم في 6 اسابيع. يبقى هنا اذا كان البوزيشن اكسبتد كونتينيو امبوبلايزيشن، اذا كان نوت اكسبتد كونتينيو ريمانيبيوليشن، وحاول ترجعه وتعمل له بقى امبوبلايزيشن باي بيركوتينيوس فيكسيشن. يبقى البرنسبل هنا ايه؟ ان انا لو جالي لوس اوف ريدكشن في اكسبتد بوزيشن بعد وقت 4 اسابيع، يعني تقريبا خلاص الكسر ده بقى تقريبا يونايتنج، يبقى لو انا الوضع ده اكسبتد، اكسبتد. طب اكسبتد بيزد على ايه؟ مش بيزد على هو شخصيه، بيزد على اللي احنا قلنا فيه الرولز بتاعت بنسميها الرينج اوف اكسبتابيلتي. الرينج اوف اكسبتابيلتي دي هنا عندك الانجوليشن اباوت 30 ديجريز في البوس اي بي اند لاترال فيوز، هنا الانجوليشن اقل من 30 درجه، يبقى هنا اي ويل اكسبت وكونتينيو موبيلايزيشن. وتبقى الكلام هنا هتقول للعيان، تقول له ان الكسر ده هيريموديل وهيتصلح وهيبقى كويس، البديل نعمل العمليه. ده لو ابنك او اخوك او حد يهمك وانت عارف الحقيقه دي هتعمل له ايه؟ ادخله عمليه وادي له بنج واعمل له عمليه وادخله في مشوار طويل وانا عارف ان هو هينتهي بنتيجه كويسه. فنفس العيان ده، نفس العيان ده جالنا، هو نفس العيان لو انت حطيت ده كده بعد 3 اشهر جالك ده المنظر بتاع بعد 4 اشهر، ده المنظر بتاعه بعد سنه، هو نفس العيان. يبقى هنا زي ما بقول لكم الريموديلنج از ذا فاكت، زي ما بقول كده ساقين، مش كلمه كده بنقولها ومبنيه على حقائق. ان احنا عندنا هنا العيان كان سنه صغير نير جروث بليت، الديفورميتي مش كبير، يبقى هيريموديل خلاص كده مفيش مشكله. هنا دي برضو صوره مش حالتي دي، انا جايبها من على من النت. 3 weeks after injury وفي 25 degrees angulation زي ما احنا شايفين هنا، وفيها كلس، يعني ده جالك 3 weeks after injury، ده اللي احنا بقى ليه جالك ليت، يعني اللي عنده ممكن يكون راح في حته ما حدش عمل له حاجه، سابوه اهله ما كانش معاهم يعني ظروف يودوه لحد، جالك بالمنظر ده. وانت يعني هنقول الثلاث حاجات، الزاويه مش جامده، سن صغير، ونير باي جروس بليت. ايه اللي حصل اهو 1 year later شايفين حصل ريموديلنج. ده الصوره دي من ده عيان جالك 7 year old child، جالك المنظر ده هنا في انجوليشن. العيان ده اول ما تشوفه اتاكد ان مفيش سبلكسيشن في الريديو انر جوينت. احنا قلنا لما تلاقي 1 bone fracture بص على الجوينت هنا مفيش، لو كان سبلكسيتد الموضوع كان هيختلف عشان ما حدش يقول لا هو ده مش سبلكسيتد. طب ازاي اعرف انه مش سبلكسيتد؟ بتعمل له كومباريزون اكس راي على الاذر فيو، على الاذر البو، عشان تو بي شور انه مش سبلكسيتد. طيب هنا برضو هنقول الريموديلنج، احنا هنأكسبت الريموديلنج هنا، ده ميت شافت هنا بعد شويه بعد 11 شهر، وهنا بعد فتره بقى كومبليتلي ريموديلد وخلاص على كده. برضو لما بنشوف الكلام ده بنراجع نفسنا في الايه، في decisions of surgery، في الحالات اللي هي could be treated by considering remodeling in your decision making. ده 5 years old child اهو، ده جاي بالمنظر ده، ده بنقول لك ده جالك late presented late، جالك بالمنظر ده. هنقف مع بعض، المنظر ده اهله مش قابلينه، عندهم حق، وراحوا الدكاتره قالوا لهم عمليات برضو عندهم حق. انت شايف ايه؟ ما احنا قلنا لازم نمشي according to rules. التلات حاجات ادينا، الايدج 5 سنين، نير باي كروس بليت، نير باي كروس بليت، ديفورميتي سيفير، لا وزن اكسبتد رينج، وزن اكسبتد رينج. يبقى بعد شويه اهو بعد 4 اشهر، شايف بعد ايه 7 اشهر بقى كومبليتلي ريمودلت. ليه كومبليتلي ريمودلت؟ عشان التلات حاجات اللي احنا قلنا عليها، الايدج، نير باي جروس بليت، الاثنين دولت فاكتور بيولوجيكال فاكتور، والثيرتي اوف ذا ديفورميتي دي حاجه ميكانيكال فاكتور. هنا برضو 5 years، شاف دي حاله، طبعا قال الحاله دي لو كانت جات لي من الاول
انا كنت عامل لها كلوز ريدكشن وبيننج، ده ما فيش جدال في كده يعني، احنا مش هنختلف في دي، ان دي الايديال تريتمنت. الحاله زي دي لو جات لك او جات لي او جات لاي دكتور عظام هيعمل لها كلوز ريدكشن، او ما جاتش هيضطر يعمل اوبن، وهيعمل لها ميني اوبن يعني، ويعمل بيننج للفراكشر ده. ده ما فيش جدال، ده كان الايديال تريتمنت. لكن هي راحت لسام بودي عمل لها مانيبيوليشن وخرجت بالمنظر ده، تمام؟ جات لك بالمنظر ده، يعني هي يوم ما جات لنا جات لنا بالمنظر ده. طيب هنقف بقى عند الايه ده، 6 ويكس افتر كاست امبوليزيشن، ده المنظر ده كده. طيب هنا مشكله، يعني حاله زي دي مشكله. حاله زي دي التريتمنت هيبقى ايه؟ حاجه من اتنين، يفك الكلام ده كله واعمل كلوز ريدكشن واعمل اوبن ريدكشن واثبتها. هل ده هيبقى سهل ولا مش هيبقى سهل؟ ديفينتلي مش هيبقى سهل، ديفينتلي مش هيبقى سهل. اللي اشتغل في الحته دي بالمنظر ده هيعرف انها مش هتبقى سهل ابدا ابدا ابدا. يعني وانا نايب ساعدت احد الاساتذه رحمهم الله في حاله زي دي، وكانت حاله يعني من الهايلي ريكومندد، وهو كان من الاساتذه المتميزين جدا في وكان السيكتور هايل وهادي. العمليه دي خدت منه وقت طويل قوي، لانه هو ما بيعملش، كان اكبر عمليه بتاخد منه 10 دقائق او ربع ساعه. الفيلد ده مش سهل قوي، هو يبدو سهل لكن على الطبيعه، لان يعني انت قدامك تندونز ونيرفز وفيسلز والبون صغير وسوفت تيشوز ضيقه، يعني مش سهل قوي. الحل الثاني ان انا اكونسيدر ريموديلنج، مش كده؟ حطينا كونسيدريشن للريموديلنج، بعد فتره بقت بالمنظر ده. يعني شايفين هنا يعني دي نموذج ده بعد سنه. يعني الحاله دي لما جات لي كانت جايه لي بالمنظر ده كده، وجاي عشان تعمل عمليه. فانا يعني قلت لهم يا اخوانا الحاله دي عشان تتعمل عمليه هتاخد يعني فيها ريسك عالي، لكن لو احنا استنينا ممكن انها تصلح لوحدها. احتمال 20% ما تصلحش، لكن 80% تصلح، فنتكل على الله. فالمنظر ده كده طبعا، يعني دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها ولازم نحطها in consideration. ده برضو طفل عنده 8 سنين وجاي لك بالمنظر ده، هي نفس الحالة تقريبا. دي برضو حالة مش بتاعتي، دي من على النت اهي. يعني هنا كسر، هنا بعد اسبوع، بعد 6 شهور بالمنظر ده. يعني ده بيوريني الكاباسيتي اوف ريموديلنج في الديستال ريديس. ده برضو كسر اهو زي ما احنا شايفين، فراكشر زي ما قلنا. برضو الكسر ده يعني ده لو جالي انا كنت هعمل له برضو اوبن ريدكشن، مش او سوري كروس ريدكشن اوبننج. لكن هو جاي 5 ويكس افتر كاست امبوبلايزيشن، نفس الكلام اللي احنا قلناه هيحصل له ريموديلنج نفس الطريقه. هنا بقى الريموديلنج بيحصل ازاي؟ ادي الصوره دي بتوضح لي الريموديلنج بيحصل، يعني الكسر ده ازاي ده هيريموديل، ازاي تخيلها. هنا ده ايه؟ ده البريوستيوم، مش كده؟ ده البريوستيوم. هنا فوجود البريوستيوم هنا بيحصل نوع من الايه؟ البون ريزوربشن ونيو بون فورميشن، بون ريزوربشن ونيو بون فورميشن، لغايه ما نوصل للمنظر ده. فدي بيورلي بيولوجيكال بروسيس. لان هنا برضو هنا انا شايف ان الوضع ده مش اكسبتد، لكن انا ما عنديش اختيار، لان الكسر ده لحم. فقدامي حاجه من اتنين، يا اما افك اهد الحته دي كلها، ودي ممكن فيها يعني جزء من العظمه دي يحصل له فراجمنتيشن وكده. فلو انت حطيت الموديلنج كونسبت طب تفسيرها ايه بقى؟ عشان اصدق وعشان اقتنع لازم اعرف التفسير. فالتفسير اهو ده البريوستم ده كده. فالبريوستم ده هنا هايلي، احنا قلنا من ضمن مميزات الاطفال ان عندها هايلي اكتف بريوستم وهايلي اكتف جروس بليت. فالهايلي اكتف جروس بليت بيديني جروس لينس، الهايلي اكتف بريوستم بيساعد على تكوين العظم، تحس ان انا بوصل للمنظر ده في الاخر. هنا الحقيقه دي kids ability to remodel their distal radius fracture is substantially better than others، وطبعا دي حقيقه وزي ما شفنا كده. السولتر هاريس بقى اللي هي واحد تايب 1 و2 في الديستال ريديس فيري كومن بتحصل، وطبعا التريتمنت ايديال تريتمنت كلوز ريدكشن مايل ديسبيسمنت كلوز ريدكشن، بس اذا كانت سيفيرلي ديسبيسمنت ممكن اعمل لها بيننج، ده الايديال تريتمنت.
لكن لو جات لك ليت زي كده، جات لك ليت هنا زي ما قلنا 80% of lectinial growth of radius بيحصل من distal physis، يبقى هنا significant remodeling بيبقى may occur. يعني هنا برضو نفس الكلام، الريموديلنج بوتنشال عالي عشان احنا نير ريديال فايسز، بس ده بروفايدد سولتر 1 و 2 3 اند 4 الموضوع مختلف خالص. 1 فيري فيري رير يحصل 1 و 3 و 4 في الديستال ريديوس، فيري كومن يحصل 1 و 2. هنشوف الحاله دي، يعني ده ديستال ريديوس، الحاله دي مش من عندي، دي حاله انا جايبها من على النت برضو. دي مثلا سنة 2003 مي 2003 جايب المنظر ده. طبعا الكسر ده لو جالك قبل اسبوع لازم ترجعه، بعد اسبوع ما تحاولش فيه لسببين، ممكن تبقى مور انجوريوس للجروس بليت، حاجة تانية ان هو هيريموديل. ده هنا في مارس 2003، هنا في جون 2003، يعني شوف هنا الكسر ده بقى في اكتوبر 2003 وابريل 2004، شايفين المنظر كومبليت ريموديلنج، كومبليت ريموديلنج. طبعا سهل قوي ان كسر زي ده بعد اسبوع، حاولت ترجعه كلوزد هيبقى صعب، حاولت ترجعه اوبن هيحصل a lot of complication وممكن to danger الكروس بليت. هنا لما نشوف بقى فازيل انجلز اوف ديستال ريديوس، don't try re-manipulation after 7 to 10 days. ودي كلام statement مكتوبة، احنا مش بنجيب حاجة من عندنا. ليه؟ لان انت اللي عملت كده increase risk of physical damage. طيب السبب الثاني don't manipulate، ليه؟ لانه it will remodel. It will remodel. يبقى دي حاجة. ال proximal humerus بقى ال range of acceptability في proximal humerus احنا بنaccept لان عندنا الهومرس فيها great great remodeling potentials. يعني هنا الانجليشن والترانسليشن بنأكسبت، دي الزوايا اللي احنا بنأكسبت، يعني هنجيب الجدول بتاعها دلوقتي. يعني في النسبة للسن تحت سن 5 سنين بنأكسبت انجليشن لغاية 70 درجة، من 5 ل 12 بنأكسبت لغاية من 40 ل 70، بعد 12 بنأكسبت 40 درجة بس، والترانسليشن معنا بيقل. الشورتنج يعني تقريبا around 1 سنتيمتر. ادي كسر اهو 8 سنين، وده بنقول ايه ده جاي 3 months after fracture، جالك الكسر ده. ما هو حاجه من اتنين، برضو لازم احط، احنا قلنا احنا بيهمنا كلمه ريموديلنج في حاجتين، في الليت كيسز او لو حاله بتاعتك وحصل فيها لوس اوف ريدكشن. ده جاي لك كده اهي، هعمل له ايه؟ هفك ده كله واكسره واصلحه، هخش فين؟ هخش هنا، اخش هنا، فيري ديستركتيف. طيب لو انا حاطط ان عندي وايد رينج، عندي وايد رينج اوف اكسبتابيلتي، يعني في محاضره انا اديتها في الكورس بتاع الاي او السنه اللي فاتت، محاضره اسمها الرينج اوف اكسبتابيلتي ان بيدياتريك فراكشرز. يعني هنا انت بتاكسبت حاجات فيري وايد رينج، مش بتاكسبت وايد رينج انك بتهرب من الجراحه، لا، انك عارف ان هيحصل ريموديلنج، يعني بتاكسبت ديو تو فاكتس نوت تو، يعني ان انت عايز تحط تكنيك معين، لا. فهنا ادي بعد سنه، بعد 2 years after حصل complete remodeling للفراكشر ده. طبعا دي حقيقه، دي حاله برضو، ده حاله دي برضو مش حالتي، دي جايبها من الـ من الـ من برضو هنا، دي بعد شهرين. كسر لما يجي لك زي ده بعد شهرين زي ما شفنا، من عشان افك ده وانا حكيت لكم على القصه اللي كانت مع الدكتور حاتم عاشور والدكتور صلاح جادم، فيري فيري difficult انك تعملها. لكن انت لو حطيت الريموديلنج از ا كونسيدريشن، ادي العيان بعد سنتين حصل كومبليت ريموديل. يبقى انت لما تشوف حاله زي دي هنا كده وتتذكر الصوره دي، يبقى هتقول للعيان بقلب جامد ويت اند سي. ليه؟ لان انت البدائل اللي انا افتح العيان ده وغالبا هينتهي بسيفير كومبليكيشنز، ممكن ينتهي بفاسكو نكروزس للهيد اوف ذا هيومرس، يبقى انا ما عملتلوش حاجه. لكن لو سبته هاي ريموديل فيري ايزي. حاله زي دي برضو ادي كسر اهو، هو جالك بالمنظر ده، ما هو الكسر ده لو جالك بدري لازم هترجعه، مفيش يا كلوز دي اوبن، مفيش جدال. لكن جالك بعد شهرين اهو،
لو انا حطيت الريموديلنج كفاكت اهو بعد سنه وصل للمنظر ده، دي برضو مش حالتي، ده افتر 1 مانث، هو جاي كده بعد شهر، بعد شهر الكسر ده طبعا انت ما عندكش اوبشنز تانية انك تعمل له حاجه. بعد شهرين بقى كده، بعد 15 بقى كده، يبقى ده بيوريني الريموديلنج. الريموديلنج حصل هنا ليه؟ لان عندي البروكسيمال هيومرال انجرز، الجروس بليت هاي دي اكتف، يبقى هيريموديل بسرعه، الايدج صغير، الديفورميتي مش سيفير، يبقى الثري فاكتورز الموجودين مطابقين هنا. وهنا بيحصل ازاي ريموديلنج؟ نفس الكلام، يعني عشان اصدق الريموديلنج موجود البريوستيم هنا، هو هنا كده البريوستيم اللي هنا كده موجود، هنا في بريوستيم نفس الكلام اللي كان في الريديوس، هي هيعمل لي المنظر ده، بحيث ان انا في الاخر الهاي رياكتيف بريوستيم مع هاي رياكتيف جروس بليت يعملوا لي، يبقى اللي عمل الريموديلنج هنا الهاي رياكتيف جروس بليت والهاي رياكتيف بريوستيم. الرينج اوف اكسبتابيلتي ان هيومرال شافت فراكشرز، هنا احنا قلنا في البروكسيمال بنكسبت انجوليشن لغايه 70 درجه، وبنكسبت ترانسليشن لغايه تقريبا 100%. في الشافت هيومرس بنكسبت شورتنينج فروم 1 تو 1 1/2 سنتيمتر، والانجوليشن اب تو 30 ديجريز في الشافت اوف ذا هيومرس. يعني هنا الانجوليشن يعني هنكسبت 30 ديجريز، شورتنينج هنكسبت سنتي مش اكتر من كده. طبعا ده لو جالك ممكن تو اكسبت، ما احنا قلنا برضو ان اكسبت امتى، لو جالك ليت او حصل فيلير اوف ريدكشن، لكن لو جالك ايرلي لازم تعمل له ريدكشن وستابيلايزيشن. ده طبعا ده ما ينفعش ان احنا نكسبت، لان هنا الانجليش ده لو جالك ليت، احنا هنا بنتكلم على دولت لما يجوا لك ليت، لكن لو جالك ايرلي في الحالتين هنعمل لهم ريدكشن وموبيلايزيشن سواء بكاست او بانترامدلاري فيكسيشن او ببليت. لكن هنا لو جالك ليت ده هسيبه، لان ده هيريموديل كويس، لان شورتنج اقل من سنتي ونص. ده لو جالي ليت هعمل له، لازم اعمل له سيرجيكال كوركشن. دي حاله طفل بقى واحد 6 شهور هيومرس. برضو يعني صعب قوي ان يجي لك واحد عنده 6 شهور يجي لك بالمنظر ده وتقول له اعمل لك عمليه ده، انت سبته يعني كام شهر حصل بقى ريموديل بقى زي الفل كده. دي افتر 6 فيس جالك عنده، برضو زي ما بقول دي حالات مش بتاعتنا، لكن جالك العياده بعد 6 اسابيع. طبعا العياده لو جالك ايرلي لازم تعمل له ريدكشن ولازم تعمل له امبوبلايزيشن باي انترامدالري فيكسيشن. لكن جالك بعد 3 اشهر اهو، وجالك بعد 5 اشهر ريمودلد، وجالك بعد سنه كومبليتلي ريمودلد. بالنسبه للور ليمب هي نفس الكلام، الرينج اوف اكسبتابيلتي ان لور ليمب فراكشرز بتبقى اب تو 8 ييرز، ايج اوف 8 ييرز. احنا عندنا الابر ليمب المين جروث بيحصل من البروكسيمال هيومرس والديستال ريديوس، واللور ليمب المين جروث بيحصل من الاراوند ذا ني، ديستال فيمر والابر تيبيا. في التيبيا بنكسبت شورتنينج من لغايه سن 5 سنين بنكسبت تقريبا نص سنتي، من 5 ل 10 تقريبا ما بنحاولش نكسبت شورتنينج خالص. الانوال الاينمنت الريكروفيتم اب تو 10 ديجريز، الفارس والفالجاس اب تو 10 ديجريز، يعني ده بن اكسبت طبعا ده ما بيكون السن صغير. الترانسليشن حوالي 50%. ليه بقى الفيمر بن اكسبت شورتنج اب تو 2 سنتيمتر وبن اكسبت انجوليشن اب تو 30 ديجريز؟ طيب في التيبيا شافت الشورتنج ليه مش ما بن داز نوت اكسبت؟ يعني احنا قلنا في الهيومرس بن اكسبت 3 سنتي ونص، فيما بنكسبت 2 سنتي. انا بيدياتريك تيبال فراكشرز دونت هاف ماتش بوتنشال فور اوفر جروث. يبقى وين شفت تيبيا فراكشرد ميجر بروبلم از شورت، يعني الميجر بروبلم لو انا جبت العنده ديسبليسد، يعني انا لو اكسبت شورتنج اكتر من سنتي في التيبيا هيبقى العنده عنده شورتنج سنتي او سنتي ونص. لكن في الفيمر هيحصل له اوفر جروث، في الهيومرس هيحصل له اوفر جروث. فهنا التيبيا الريموديلنج بوتنشالز في التيبيا ان جنرال مش عاليه، يعني هنلاقي ان الشورتنج اللي بنكسبته قليل قوي، يعني تقريبا نص سنتي في السن الصغير
والانجوليشن تقريبا 10 درجات، والكلام ده كله بلو ايدج اوف 10 ييرز. وده الجدول ده كان حاطه برضو من الجماعه بتوع الامريكان اكاديمي. هي تقريبا شايفين الانجلز اللي احنا بنكسبت كلها 5 تو 10 ييرز، الشورتنج برضو فروم 5 تو 10. يعني ايه الروتيشن بيأكسبت فيري فيري مايلد روتيشن 5 ديجريز. فهنا ادي هذه حاله، ده جالك عملت له جالك، وطبعا ده ممكن اعالجه لو انا حبيت اعمل له ويدجنج اوف كاست. لو هو جالك لحم، يعني جالك العيان ده بعد شهرين ولحم، هيبقى قدامك حاجه من اتنين، يعني تكسره وتصلحه، يا تحط الريموديلنج از فاكتور. فلما حطينا الريموديلنج از فاكتور لقيناها بقت حصل لها ريموديلنج افتر 1 يير. هنا الشورتنج هنا اقل من سنتي، زي ما احنا قلنا الشورتنج اب تو سنتيمترز، والترانسليشن موجود وحصل جالك هيلد. فباي تايم هنلاقي ان الكسر ريمودلد وبقت الفتيبيا الايند زي ما احنا شايفين. وزي ما قلنا ان هنا البريوستيم هو اللي بيعمل الكلام ده كله، وهنا الكسر ده ميت شافت يعني بعيد عن الكروس بليت، لكن الهايلي اكتف بريوستيم هو الايه كان المين فاكتور في الريمودلنج ان يحصل. ودي برضو نفس الحاله، دي بقى حاله بنشوفها كتير قوي، ديليت فالجاس مال الاينمنت، بتحصل نتيجه بروكسيمال تيبيا الميتافيسيال فراكشر. الكسر ده بيجي لك نان ديسبليسد، بيجي لك العيان بعد 4 5 اشهر، وهو انت كنت عامل له جبس وهو نان ديسبليسد، بيجي لك بالمنظر ده. طب يعني اللي حصل ايه؟ ما هو اللي حصل ده ان حصل فيه جروس ديستربنس. هعمل له ايه؟ لو جالك بالمنظر ده ريسنت، يعني انت لسه شايل له الجبس وجالك بعد 5 6 اشهر، يبقى اندر ذا ايدج اوف 5 يير بارشال سبونتينيوس كوركشن اوكيرد. يبقى لما يجي لك واحد زي ده سنه 5 سنين او اقل، وفيها بنسميها ديليد فالجاس انجليشن، وده فيري كومن سيكونس بعد الميتافيزيال فراكشر في البروكسيمال تيبيا. ودي نقطه مهمه، لما يجي لك بروكسيمال تيبيا فراكشر نون ديسبليز، لازم تقول للاهل من الاول ان ممكن يحصل كده، عشان ما يقولوش ان انت عملت جبس غلط. يعني في البروكسيمال ميتافيزيال فراكشر تيبيا هي غالبا نون ديسبليزد، ولو حتى رجعت او كانت ديسبليزد ورجعتها اناتوميكال ممكن يحصل ديليد فالجاس انجليشن. يبقى لازم تحطها ان اكسبكتيشن للبيرنتس من الاول، لو صبرت عليه بيرجع. طبعا بعد سنه ما حصلوش حاجه هتعمل له قصته، لكن انت لازم تديله فرصه سنه من تاريخ اكتشاف الديفورمتي، لانه ممكن يحصل سبونتينيوس كوركشن. ده بالنسبه للفيمر. طبعا الفيمر الرينج اوف اكسبتابيلتي اب تو 6 ييرز، او في بعض الكتب 5 ييرز، لكن هي بنقول 5 تو 6 ييرز. احنا هنا بنكسبت الشورتنج اب تو 2 سنتيمترز، والاكسبت الانجوليشن 30 ديجريز في الانجوليشن تقريبا زي ما احنا شايفين كده. ده شورتنج اقل من 2 سنتي، وده انجوليشن اقل من 30 درجه. وهنشوف الصوره دي، يعني هنا الشورتنج اللي هنا دي شورتنج اقل من 2 سم، ده وي كان اكسبت ذس اندر ايدج اوف، احنا قلنا ايدج اوف 6، وان اكسبت ذس اندر ايدج اوف 6، كل دي اكسبتد شورتنج. ده الانجوليشن اب تو 30 ديجريز كود بي اكسبتد. طبعا الشورتنج ده وي كان اكسبت، لو جات لك دي دونت اكسبت، دونت اكسبت دي خالص. حتى لو يعني ما ينفعش تتساب كده. ليه؟ لان خلاص الكسر ده هيبقى ليه حاجتين، لو كان ريسنت هتعمله تراكشن وتعمله بعد كده فيكسيشن، لو كان اولد هتضطر بقى تعمله ترايل انك تعمله اوبن ريدكشن. فطبعا هنا الكلام بتاع الرينج اوف اكسبتابيلتي اب تو 2 سنتيمترز تحت سن 6 سنين، اكتر من 2 سم ريسنت لازم اعمله تراكشن فولد باي يا كاست يا اما بعمل له بينج انترميدير فيكسيشن، لو كان قديم شويه يبقى بعمل له اوبن ريدكشن. ادي كسر في الفيمر اهو، احنا قلنا شورتنج اوفر رايدنج هيلينج، هنا جالك بالمنظر ده، ده بيوريني الريموديلنج كاباسيتي بتاعه الفراكشر فيمر. ده جالك 4 ييرز اولد تشايلد بالمنظر ده اهو، زي ما احنا شفنا ريموديلنج كاباسيتي فيري هاي. دي برضو حاله، دي من مش من عندي، جالك الكسر بالمنظر ده كده تحت 6 سنين، اديله فرصه ريموديل، حصل ريموديلنج، بعد كده كل حاجه بتبقى مع الوقت بترجع تبقى يعني تقريبا نيرلي نورمال الايند. الحاله دي برضو يعني نموذج للريموديلنج، دي برضو 3 ييرز اولد زي ما احنا شايفين، فيها انجوليشن
حصل فيها ريموديلنج. دي برضو من النت يعني، ده سن دي شولدر يعني، دي هيمرس سوري، ده بيبي عنده سنه، ده محطوط في بابليك هارنس. شاف يعني هنا بيوري لك ان ايه يعني الكسور في المرحله دي محتاجه ان انت تحط الريموديلنج از يعني consideration for healing. هنا المنظر النهائي بقى completely remodeled. الحالة دي بقى أنا عايز أوريها لكم، دي عن حالة يعني سبحان الله بتورينا قد إيه الكباستي remodeling في الأطفال في الفيمورال فراكشر. الطفل ده عنده 5 أشهر وكان في الحضانة، ورحت شفته لقيت المنظر ده، المنظر ده severe displaced femoral fracture وفيها هنا reaction جامد قوي، كان الولد in a very bad general condition، كان 6 أشهر و very bad general condition، وكان عنده جوندس يعني، فكان صعب قوي ان انت تفكر تعمل له حاجه يعني، جاست ان انت هي الرجل خلاص ماسكه ويعني مش قادر تتست اي حاجه، فقلنا له يعني لما يبقى ستيبل بقى يعني مش هنقدر نعمل له حاجه. بعد شهرين خرج من الحضانه لقيت مامته جايباه بالمنظر ده، يعني حصل فيه يعني شوف الفرق بين هنا، شوف الفرق بين هنا. ده بعد شهرين. بعد 3 أشهر لقيتها جايباه بالمنظر ده. شوف بقى الفرق، شوف بقى لما نرجع للصورة الأولانية، شوف دي، شوف بعد شهرين، وشوف بعد 3. ده بيورينا قد إيه الكباسيتي فور موديلينج إز فيري هاي. وهنا طبعًا الهايلي أكتف بريوستيم هو شوف هنا يعني ده الفاينل إكس راي بتاعته لغاية آخر وقت شفته فيه، يعني تقريبًا البروس ريموديلينج از جوينج فيري 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 ويل. هنا في نهايه المحاضره الكونكلوجن اند تيك هوم مسج، يعني نطلع من المحاضره دي بايه؟ اول حاجه ريموديلينج كاباسيتي از فيري هاي ان بيدياتريك فراكشرز ديو تو اكتف كروس بلين، وهنضيف عليها هايبر اكتف بريوستيم. وايد رينج يعني وجود ان عندي ريموديلينج بوتنشال او ريموديلنج كاباسيتي عاليه هيخلي عندي وايد رينج اوف اكسبتابيلتي ان فراكشر تريتمنت، يعني هاكسبت حاجات كتير قوي فيها ديفورمتيز عشان عارف انها تتصلح. ذا ابيليتي تو كوركت ا ديفورمتي از ريماركبل اف رولز ار فولود. زي ما قلنا الرولز ار فولود يعني ايه؟ يعني انا باخد الرولز اللي انا حاططها، الرينج اوف اكسبتابيلتي انا عارف كل يعني كل كسر ايه الاكسبتابل رينج اللي موجوده عندي، والحاجات 3 حاجات اللي بيحكموني الايدج والنير باي كروس بليت او السيفيريتي اوف ذا ديفورميتي، وبحط عليهم الـ طبعا السيفيريتي اللي هي الرينج اللي هي الاكسبتابل رينج. فانا الريموديلنج كاباسيتي دي فاكت، وفاكت حقيقيه لازم نشوفها ولازم نصدقها ولازم ناخد بيها. انا يعني مخلي عندي صور حالات زي كده كتير اوريهم للاب والام، لان هي المشكله اللي هتقابلك بعد كده. اهل العيان شايفين العظم معوجه، هو انت مش دورك ان انت المفروض بتقول لهم الصح، اقتنعوا ما اقتنعوش، ما تعملش الغلط عشان ترضيهم هم، ان انت هنا يعني دي حاجه لها حسابات ثانيه عند ربنا سبحانه وتعالى. فهنا انا عارف ان الريموديلنج كاباسيتي از افكت ذير از اوايد رينج اوف اكسبتابيلتي، موست اوف ذا ديفورميتيز كود بي كوركتد باي اوبزرفيشن اند consideration of remodeling capacity. في حالات هتحتاج طبعا interference. احنا قلنا هنا الحقيقة الثالثة الـ ability to correct a deformity is remarkable if rules are allowed أو are followed. فهنا احنا لو هنفولو rules خلاص follow rules، يعني أكون عارف إيه الـ range of acceptability لكل كسر، عارف الثلاثة factors اللي بيحكموني. يعني لو جالك كسر عنده 5 سنين نفس المواصفات في واحد عنده 11 سنة الوضع هيختلف، لكن يبقى الايدج افاكتور. اما يجي لي كسر نير يعني في الابروكسيمال تيبيا غير لما يجي لي في الديستال في البروكسيمال ريديوس غير لما يجي لي في الديستال ريديوس، لان اللوكيشن بتاع الكسر بيختلف. لما يجي لي ديفورميتي موديل غير لما يجي لي سيفير ديفورميتي. يبقى هنا الرولز اللي هي ايه؟ ده انا بحط الفاكتورز اللي هي كنترولينج الريموديلنج بحطها وبحاول ان انا اطبق عليها الرولز اللي انا متفق عليها. لو هقول العيان ده هتصلح في ظرف قد ايه، الحالات اللي هتحتاج جراحه هتبقى نسبتها مش كثيره، العيان لازم يقتنع
ولازم تقنعه بطريقه كويسه، لانه لو هو بيجي لك عايز يسمع، يعني دايما انت يعني احنا مسؤوليتنا، احنا 3 مراحل بنمر بيها في حياتنا، واحنا بنتعلم، واحنا في نص الطريق، واحنا في الايه يعني بعد ما بتكتسب خبره. بعد ما بتكتسب خبره امانه اتخاذ القرار مسؤوليتك، وانت بتتعلم المفروض تتعلم الكلام اللي في الكتاب. التجارب الشخصيه دي تجارب شخصيه، يعني ممكن تكون انت بتاع، يعني دايما كنا بنقول في احد المحاضرات ان في رولز وفي كونديشنز. في رولز لازم نتبعها، في كونديشنز ظروف مختلفه، يعني ممكن يجي لك حد مش هيقدر يستنى سنه لانه مسافرين بعد كده السعوديه بكره ولا بعده، ومش قادرين يستنوا وخايفين يروحوا هناك ما يلاقوش حد يتابعهم. ده انت بتضطر يعني ايه تغير الرولز اللي انت عارفها، لان دي حاجات دي كونديشنز معينه. لكن مش معنى كده ان او في واحد يعني دايما الكونديشنز بتبقى حاجه اكسبشنال، لازم تكون اكسبشنال قويه، مش عشان يعني ترضي الاهل وبس وخلاص. لا، انت لازم تكون مقتنع ان انت بتعمله ده لمصلحه الطفل او لمصلحه البيشنت. فانا اتمنى ان الكلام ده يكون يعني واضح، could be applied. وبشكركم جدا جدا جدا، وبشكر الدكتور هاني والدكتور محمد الاشهب على انهم سهروا معانا لغايه دلوقتي. شكرا. احنا متشكرين يا باشا. احنا اللي بنشكر حضرتك شكر جزيل استاذنا الكبير استاذ دكتور اسامه بيه على مجهود حضرتك. احنا بس لا يسعنا الا حاجه واحده، ان احنا ندعو لحضرتك ان ربنا يديم لنا حياتك ويدي لحضرتك الصحه وطول العمر يا فندم، ويبارك لنا في عمر حضرتك يا فندم. الله يخليك. ربنا يكرم سعادتك يا فندم. احنا معانا تو كويستشنز يا فندم. هو الاول مش كويستشن، هو الاولاني حضرتك از ا فيري جود ستيتمنت من احد الزملاء الافاضل. هو طبعا اول حاجه بيشكر حضرتك يا فندم. تاني حاجه الستيتمنت الجميله اللي هو كاتبها ان البيست سيرجن نوز وين نوت تو اوبريت. ايوه، ده مين اللي قال كده؟ الكلمه دي انا دايما بقولها. دكتور محمد الامين. الكلمه دي يعني يعني انا قالها لي زمان الله يرحمه الدكتور كمال الزرعاني، تمام، احسن الفتاح بعد كده رحمه الله، بيقول لي دايما انت كجراح بتبدا عايز تشتغل كتير عشان تمشي ايدك، وده حقك. تمام. بعد كده بتبتدي البرين بتاعك يديفلوب، تبتدي تفكر امتى تعمل امتى ما تعملش. في الاخر الجراح الشاطر اللي هو هو نوز وين تو ستوب. تمام. دي يعني الهاند سكيلز النهارده، الهاند سكيلز انت بتتعلمها وانت شاب. حقيقة انت لو ما اتعلمتش في اول 10 سنين في حياتك الهاند سكيلز انك تبقى جراح شاطر، مش هتبقى جراح شاطر. بعد كده انت لما بتشوف دلوقتي يا دكتور محمد وانت راجل بتشتغل مفاصل وكده، في حاجات كتير قوي يعني ممكن بتاع الشركات بيعملها، وهو ممكن يكون عنده هاند سكيلز فيها احسن من كتير قوي جراحين، لكن هو كمنفذ. لكن انت خبرتك بتبقى اللي هي بنسميها الخبرات التراكميه، اللي هي هو نو هاند ستوب. ودي اللي هي بتيجي في المرحله الثالثه بقى في تجربه الحياه، اللي هي في الجراحين، اللي هي وين تو نو وين تو ستوب، هو وين تو نو وين تو اوبريت. وفي كلمه انا حتى يمكن كنت كتبتها في الكتاب اللي انا كنت عملته، اللي هي كان قالها لي بارتون في انجلترا سنه 82. قال لي يعني كان بيقول لي كده حكم كده، بيقول لي هو كان شايل هاند سيرجري، والهاند سيرجري برضه بتحتاج ديسيجنز. فكان بيقول لي يا دكتور حجازي sometimes the best يعني almost the best treatment is a simple treatment and sometimes the best treatment is no treatment. الكلمة دي أنا فاكرها من سنة 82 يعني. ربنا يدي حضرتك الصحة يا فندم. كتبتها في الكتاب اللي أنا بتاع بدايات البروبلمز. يعني فعلا the best treatment is a simple treatment، يعني أنت لما تيجي تبقى تفكر أعمل عملية، شوف إيه أبسط العملية اللي تنفع العيان ده، مش اللي انا بحب اعمل العمليه الفلانيه اعملها له وخلاص. لا، ذا بيست تريتمنت از ا سمبل تريتمنت، ده اولموست، وسام تايمز ذا بيست تريتمنت از نو تريتمنت. يس سر. هو في 1 كويستشن اونلي يا فندم حضرتك. فايزيال فراكتشرز شودنت بي تاتشد افتر 7 تو 10 دايز، وات اباوت سولتر هارس تايب 3 اند 4 وذ ان اكسبتابل انترا ارتيكولار جاب؟ لا، ما دولت لازم، دولت لازم يتعمل لهم اوبر ريدكشن، وليهم لازم تعمل جنتل ريسكشن، ما تعملش تو ماتش سوفت تيشو ديسكشن، وتعمل جنتل مانوفرز، لان هنا انت بتتكلم على يعني
بالنسبه للسورتر هارس 3 اند 4 شود بي ريدوس بيرفكت اناتوميكال، والرولز بتاعتها ان انت لازم تعملها فيري فيري يعني اولا يعني تعمل ابروتش بتاعك ممكن يكون وايد ابروتش عشان تعمل فيري جنتل ديسكشن، ما تبقاش وتحاول تريديوس از ماتش از يو كان عشان تقلل الايه الريسك ان يحصل ان دولت الكومبليكيشنز فيهم از كومبليكيشن اوف جوينت، فدولت دولت يعني السلطه ان هي دونت مانيبيوليت دي مبنيه على واحد واثنين عشان الجوينت نفسه از نوت دولت اثنين اكسترا ارتكلر، لكن ثلاثه واربعه دول انتر ارتكلر شود بي ريديوسد بيرفكتلي او اناتوميكالي ويز مينيمال سوفت تيشو ديستكشن. ثانك يو سو ماتش سير، واحنا في النهايه بنشكر حضرتك شكر جزيل، ربنا يدي لحضرتك الصحه وطول العمر يا فندم، ويبارك لنا في حضرتك يا فندم وفي علم حضرتك. الله يخليك، ربنا يجزي حضرتك كل خير يا فندم. طبعا في النهايه احنا بنشكر